لحظة. أوكي. أحبتي الطلبة المتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد. أقدم في هذا المقطع القصير إن شاء الله ما يسمى بمعامل التحديد. كيف نحسب معامل التحديد أو coefficient of determination أو R square لقوة العلاقة على الأقل الشكلية بين متغيرين، أو ما يسمى الآن المتغير المفسر اللي هو explained variable، والمتغير المفسر explanatory variable. قدمنا في مقطع سابق طريقة تقدير معلومات نموذج خطي بسيط ومتعدد بناء على بيانات متاحة. في هذا المقطع لنفترض على سبيل المثال وجود البيانات الآتية: مستوى الدخل اللي هو XI، ومستوى الإنفاق من قبل 15 أسرة YI. الآن فلدينا الآن معلومات عن مستوى الدخل للأسر 15، ولدينا معلومات عن الإنفاق من قبل هذه الأسر. لنفترض بأن الباحث المعني بالأمر يحتاج إلى تقدير معلومات نموذج خطي بسيط من الشكل الآتي. هذا هو الآن شكل النموذج اللي هو الآن الإنفاق اللي هو YI كمتغير تابع يساوي A. طبعا خطي بسيط المقصود فيه أنه هذه هذا المتغير التابع يعتمد فقط على متغير مستقل واحد. عفوا، فواي اي تساوي A نقطة التقاطع زائد B. هاي B اللي هي ميل الدالة هاي أو ميل الخط المستقيم مضروب في اكس اي المتغير المستقل. الآن تعلمنا في مقاطع سابقة كيف نحسب قيمة A اللي المقدرة A هات، و B هات اللي هي هنا قيمة B هذه B هات. فوجدنا بأنه الآن A هات تساوي متوسط المتغير التابع مطروح منه بيتا هات المقدر اللي هي سلوب المقدر أو ميل الدال المقدر مضروب في متوسط المتغير المستقل. أما بي هات الآن على الطرف الآخر فهي تساوي حاصل قسمة ماذا الآن؟ مجموعة اكس اي واي اي من اي 1 إلى ان، اي تساوي 1 إلى ان، مطروح منها N في حاصل ضرب المتوسط حسابي لات متوسط حسابي لواي. هذا كله حاصل الطرح هنا مجموع مطروح من هذه القيمة مقسم على مجموع مربعات XI، ومطروح من ذلك بالبسط N في مربع المتوسط الحسابي. عندما قمنا بحساب الأشياء المهمة من هنا يعني حسابات الكميات من هذه، وجدنا الآن بأن المتوسط حسابي للمتغير التابع يساوي 16.6 بالعشرة، متوسط الحساب للمتغير المستقل يساوي 13.8667، مجموع حاصل ضرب الكميتين الآن YI و XI هنا تساوي 3863، ومجموع XI تساوي 3234. الآن من هذه القيم يكون بيتا هات تساوي هذه القيمة اللي هو مجموعة XI YI هنا، لاحظوا لي وضعناها هنا، مطروح منها N اللي هو حجم العينة 15 مضروب في X بار، هذه X بار مضروبة في Y بار، هذه Y بار، مقسم كله على مجموع هذه القيمة هنا إذا بتلاحظوا لي. أوكي، اللي هي 3234 مطروح منها حجم العينة N مضروب في مربع المتوسط حسابي للمتغير المستقل، كل هذا يساوي 410.1917 مقسم على 349.7150. النتيجة النهائية أنه بيتها تساوي 1.1729. المقصود فيها الآن كل دينار إضافي على الدخل يؤدي إلى زيادة الإنفاق بمقدار دينار وفاصل 1729 من الدينار. بدورها الآن A هات تساوي الآن 16 اللي هو المتوسط حسابي هذا، كده لاحظوا لي هنا نقلناها هنا، مطروح منها قيمة بيتا هات المقدرة أو بي هات المقدرة مضروب في المتوسط الحسابي، فكانت النتيجة النهائية هنا أنه A هات تساوي 0.3357. بالحالة هاي تكون بناء على هذه التقديرات الدالة التي قدرنا معلوماتها YI هات هنا لاحظوا لي تساوي 0.3357 زائد 1.1729 مضروب في XI. إذن بناء على هذه التقديرات الآن نقوم بتقدير YI هات. لأن هذه الآن إذا عوضنا
هذه القيم اللي هي قيم XI كما تلاحظون، XI الفعلية، هذه قيم XI الفعلية، إذا عوضناها في المعادلة هذه بدل XI هنا وضعنا هذه القيم كل مرة لحالها، فكانت النتيجة كما يلي. الفرق الآن بين YI، هذه YI، هذه القيم YI، وYI المقدرة هنا، هذا الإرر هو الخطأ الناتج عن التقدير. فلاحظوا لي هذه قيمة سالبة 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 سالبة، موجبة موجبة موجبة، سالبة موجبة موجبة موجبة، سالبة سالبة، وهكذا. مجموعهم نظريا يجب أن يكون يجب أن يساوي صفرا بالمطلق للفرق بين الوسط، يعني مجموع الفرق بين وسط حساب والقيم، أو مجموع الفرق بين القيم ووسط الحساب يجب أن يكون صفرا. هلا بدنا ندخل بتعريف جديد اللي هو التغير الكلي، اسمه التغير الكلي اللي هو total variation، نسميه احنا total variation او total sum of squares، TSS اختصاره total sum of squares. تعريفه هو TSS of YI يساوي مجموع الفرق المربع، لا فرق YI من Y bar لكن بنربعها الان، اوكي. إذا فكينا القوس الآن، يعني ربعنا كل ما داخل قوسها ومجموع، طبعا تبقى بقى خارج القوس، YI تربيع ناقص 2 Y bar YI زائد Y bar تربيع. لما ندخل السوميشن يعني اللي هو هذا خلينا نقول مشغل الجمع، هذا السوميشن أوبريتر على القوس داخل أو ما داخل القوس، بتكون النتيجة قبل النهائي تساوي مجموع YI تربيع ناقص 2 في y bar في مجموعة x y زائد n في x bar الكل تربيع. راح نستفيد من خاصية انه عندي y bar، هذه y، حتى نتأكد منين يعني حصلنا على هذه القيمة هنا، y bar تساوي مجموع y i على n. اذا ضربنا ضرب تبادلي، اوكي طبعا على واحد هاي صحيح، فضربنا ضرب تبادلي هكذا، بطلع عندي N في Y bar تساوي مجموع YI. هاي الخاصية البسيطة وهي بديهية سنستفيد منها بالتعويض عن مجموع YI. هاي عوضنا هون، لاحظوا لأن Y bar بدلها هذه الآن، فهاي ناقص 2 Y bar بقيت كما هي، لكن عوضنا عن مجموع YI بN Y bar. الآن لما ندخل يعني نضرب الآن ناقص 2 ناقص 2 Y bar في N Y bar زائد N في Y bar تربيع، لأنه هذه جمعناها من مرة، بتكون النتيجة النهائية للتوتال سم اوف سكوير أو التوتال فاريشن أو التغير الكلي يساوي مجموع Y I تربيع ناقص N Y bar تربيع. هنا الآن Y I هي متوسطها ومجموع YI تربيع، هاي ال YI تربيع مجموعها 4711. لاحظوا لي ان التوتال فاريشن يساوي هذه القيمه مجموع YI تربيع ناقص 15 اللي هو N مضروب في في مربع متوسط الحساب الى YI، وبالتالي التغير الكلي مجموع التغير الكلي توتال فاريشن يساوي 577.6 بالعشرة. يعرف التغير المفسر الآن، خلصنا الآن من التغير الكلي الفعلي هذا، هلا التغير اللي بنحسبه من خلال YI المقدرة هنا، لاحظوا لي هاي YI المقدرة، يعرف على انه هو ESS اللي هو Explained Sum أو Explained Variation أو Explained Sum of Square ESS اللي هو ESS Explained Sum of Square لYI تساوي مجموع YI hat ناقص Y bar الكل تربيع. لكن هذه Y لاحظوا لي هي مشتركة بين اثنين، بين المقدر والفعلي اللي هو YI، يعني متوسط هذه القيم يساوي متوسط القيم المقدرة هنا، متوسط هذه القيم يساوي متوسط الفعلي بالمتوسط. فبكون بالحالة هاي لما يعني نستخدم بالطريقة نفسها نحصل على انه اللي حسبنا فيها التوتال سم اوف سكوير هنا بيطلع يكون الاي اس اس، هذه الاي اس اس تساوي مجموع واي اي تربيع هات، طبعا واي اي هات تربيع ناقص ان في واي بار تربيع، هذه واي اي هات تربيع ربعناها، المجموع يساوي 4000
و614.43، وحيث أن المتوسط يساوي متوسط. فإن الآن Explain Suburb Square عوضنا هذه القيمة هنا، إذا بتلاحظوا لي هنا، أوكي، ناقص 15 في مربع الوسط الحسابي للمتغير التابع، فبكون Explain Suburb Square يساوي 481.093. إذن الآن معامل التحديد R Square هو حاصل قسمة الإكسبلين سم اوف سكوير اي اس اس مقسم على التوتال سم اوف سكوير تي اس اس. فهذه القيمة اللي حصلنا عليها قبل قليل اللي هو الإكسبلين فاريشن اللي هنا، إذا بتلاحظوا لي هذه الآن، أوكي، طلعنا من هون 481 مقسم على التوتال فاريشن اللي حصلناها قبل قليل، فبكون R سكوير يساوي 83 فاصل، يعني R سكوير يساوي 83.3%. أي أن الآن المتغير المستقل استطاع أن يفسر 83% من التغير، أو 84% تقريبا من التغير في المتغير التابع. لاحظوا لي قوة الانطباق هنا، هذه القيم المقدرة هو الخط البني الفاتح، والقيم الفعلية هذه اللي هي الخط الأزرق الفاتح هنا أو المنحنى. لاحظوا لي قوة التطابق بيناتهم، قوة التطابق يعني 83.3%. يمكننا الوصول إلى النتيجة ذاتها بواسطة الصيغة الآتية: R سكوير تساوي 1 صحيح ناقص مجموع مربع الأخطاء اللي هو الريزيجوال سم اوف سكوير، هذا سميناها، مقسم على التوتال سم اوف سكوير، يساوي 1 ناقص R اس اس على تي اس اس، حيث R اس اس الآن R اس اس هذه هي مجموع مربع البواقي اللي حسبناها هنا، هذه البواقي لما منربحها بكون هذه ربعناها، هاي مجموعها. وبالتالي بتطبيق هذه المعادلة الآن، أي أن الآن R سكوير 1 ناقص الـ R S S مقسم على T S S ويساوي 83.3%، كما يعني حسبناها قبل قليل بالطريقة التقليدية، هذه تساوي 83.3%. ملاحظة حتى أذكركم لماذا، لأنه التوتال فاريشن يساوي الإكسبلين فاريشن وزائد مجموع أو مضاف إلو الأن إكسبلين فاريشن، أو التغير الكلي هو يساوي التغير المفسر والتغير غير المفسر بقسم الطرفي المعادلة هاي البسيطة على التوتال فاريشن، يكون عندي التوتال فاريشن مقسم على التوتال فاريشن بتساوي واحد صحيح، تساوي الإكسبلين فاريشن على التوتال فاريشن زائد الريزيجوالز اللي هو الغير مفسر على الفاريشن كلي يساوي واحد صحيح. اذا ار سكوير يساوي 1 ناقص ار اس على تي اس اس. اخر ملاحظه هنا، انه لاحظوا لي هنا لما تكون يعني لنفترض هذه اكس اي وهاي واي اي اللي هي الدائره، اذا كانت العلاقه بيناتهم الشكليه بعيده فبكون ار سكوير منخفض القيمه. لاحظوا لي هنا، هنا هذه اكس اي الدائره الثانيه هذه، والواي اي يعني في خلينا نقول اي عفوا، هنا هذه علاقه متوسطه، هنا علاقه قويه جدا، وبالتالي هنا معامل التحديد بيكون ضعيف، هنا بيكون متوسط القيمه، وهون بيكون قوي قريب من الواحد، هنا قريب من الصفر، هنا جاي بالوسط تقريبا. لاحظوا لانه المسافه غير مفسره هنا وهنا، لكن هنا غير مفسره تكون قليله جدا جدا، وبالتالي هنا الار سكوير عالي جدا. اكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا ان اكون قدمت الفائده لكم المرجوه ان شاء الله، والى اللقاء قريب باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبتي حيثما كنت.